أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب، طلاب الصف التاسع في دروس جديدة من دروس التربية الوطنية. الهدف من هذا الأسبوع عزيزي الطالب عليك أن تبين مفهوم الشباب. للشباب دور هام في بناء المجتمعات، إذ إن المجتمع الشاب هو الأقوى لأنه يعتمد على طاقة هائلة محركة. فمرحلة الشباب هي مرحلة النشاط والطاقة والعطاء المتدفق لما يتمتعون به من قوة عقلية وبدنية ونفسية فائقة، فهم القادرون على التغيير والنهوض بمجتمعاتهم وتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار بلداتهم. فقد عرض القرآن الكريم لمراحل حياة الإنسان واعتبر مرحلة الشباب هي مرحلة البأس والقوة. قال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. صدق الله العظيم. يشكل عزيز الطالب الشباب غالبية المجتمع الأردني، لهذا يعرف المجتمع الأردني بأنه مجتمع فتي. لما كان لهذه الفئة الأهمية كبيرة في المجتمع، فقد أولت الدولة الأردنية عناية فائقة بهم انطلاقا من أهمية الأدوار التي يقومون بها، من مبدأ توحيد الجهود وإيجاد بيئة مناسبة لتحقيق الإنجازات في المجالات الرياضية والثقافية. فقد عملت الدولة على إنشاء عدد المؤسسات الشبابية لتقديم الرعاية لهم. إذن عزيزي الطالب الشباب هي تلك المرحلة العمرية والنفسية التي يتميز بها الفرد المتسم بالنمو والقوة والشعور بالذات، وتبدأ بالبلوغ وتنتهي بالرجولة. وقد عرفت منظمة الصحة العالمية الشباب بأن المرحلة العمرية التي تبدأ من سن 18 وحتى 24. إن الشباب مكانة مهمة في المجتمع، فيجب الحرص عليهم وتربيتهم لكي يخدموا وطنهم ويساندوه، فالوطن يفخر بالشباب المؤهل بالعلم والمعرفة. من الصفات الإيجابية للشباب العطاء والطموح والحيوية والحركة والنشاط والقوة. الشباب والمجتمع. للشباب دور كبير في بناء المجتمعات، ويقومون بمجموعة من الأدوار، من أهم تلك الأدوار حماية الوطن وسيادته، المشاركة الفعالة في الحفاظ على أمن المجتمع واستقراره من خلال المؤسسات المختلفة، المساهمة في تنفيذ الخطط التنموية الشاملة، المشاركة في الخدمات الاجتماعية والتطوعية والأنشطة الرياضية، المشاركة في العملية السياسية، المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية. أما الشباب والمدرسة، إن الحصول على العلم والمعرفة وتنمية مهارات التفكير وتعلم الانضباط والمحافظة على البيئة المدرسية والمشاركة في عملية صنع القرار وممارسته من خلال المشاركة في البرلمان الطلابي هي أهم الأدوار التي يمكن أن يقوم بها الشباب في المدرسة، إضافة إلى المشاركة في النشاطات المدرسية التي تلائم قدراتهم الذهنية والبدنية، حيث تتنوع هذه النشاطات، فمنها ما هو رياضي أو ثقافي أو اجتماعي، ومنها ما يختص بالعمل التطوعي. ما المقصود بالعمل التطوعي عزيز الطالب؟ هو الجهد الذي يبذله الفرد من أجل الآخرين دون مقابل عن طيب نفس في سبيل سعادة الآخرين. عليك عزيز الطالب أن تبين ما أهمية وجود برلمان طلابي داخل المدرسة، وعليك أن تعطي أمثلة على أعمال تطوعية تشارك فيها مدرستك. يستطيع الشباب داخل المدرسة تنفيذ عدد من النشاطات التي تساعد في بناء الشخصية، وتحت إشراف علمي وتربوي من تلك النشاطات المشاركة في فرق الكشافة والمرشدات. أما ما هي الحركة الكشافية؟ هي حركة عالمية تربوية تطوعية غير سياسية مفتوحة للجميع دون تفرقة في الأصل أو النوع أو العقيدة أو الجنس، وفقا للأهداف والمبادئ التي أسست من أجلها. تعد الحركة الكشفية حركة متممة للإعداد المدرسي، كما أنها تعد الإنسان إلى الحياة العامة ليكون مواطنا مسؤولا، من أهم أهدافه بناء الشخصية المتوازنة وتعليم الاعتماد على النفس واكتشاف القدرات والعمل على تطويرها وخدمة المجتمع. المشاركة في الأعمال التطوعية، من هذه الأعمال عزيز الطالب قطف الزيتون، دهان الأرصفة والشوارع وحملات النظافة، المشاركة في أعوان المرور وتنظيم دخول الطلبة وخروجهم خلال الدوام الرسمي للمدرسة، والمشاركة في جائزة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين للياقة البدنية. إن دعم الشباب هو من ثوابت نهجنا السياسي وقناعتنا بأهمية دور الشباب في بناء وطنهم ومستقبلهم. وقد أطلق جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله منذ توليه سلطاته الدستورية العديد من المبادرات الرامية إلى تعزيز دور الشباب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بدءا بالاستثمار في تعليمهم وتدريبهم وتأهيلهم وحثهم على التفكير والتحليل والإبداع والتمييز، مرورا بتوفير البيئة المناسبة
لمشاركتهم في العمل والبناء وانتهاء بتعزيز انتمائهم الوطني وممارسة دورهم الفاعل في شؤون الوطن. شاكرة لكم أعزائي الطلاب، حسن سماعكم وتعاونكم.